بعرف مسألة واحدة حب الشمال، مسألة واحدة هيك ناخذ فيها أفكار قديمة مع أفكار جديدة، وبعدين نشوف شو بصير معنا مسائل تانية بنحلها بجلسات أخرى. في معنا متجانس الـ O I J K، النقاط A و B و C. أثبت أن النقاط ليست استقامة واحدة، يكفي إثبات أن الشعاعين غير منضبطين خطياً. طلعوا لي شعاع AB. إذا طلعنا الشعاع AB 1 ناقص 0 1 2 ناقص ناقص 1 3 وناقص 1 ناقص ناقص 2 صفر زائد 1، والشعاع AC الـ AC 1 ناقص 0 1 1 ناقص ناقص 1 2 وناقص 2 ناقص ناقص 2 0. بنلاحظ انه 1 على 1 لا تساوي 3 على 2، المركبات غير متناسبة والأشعة غير مرتبطة خطيا، معناته النقاط ليست على استقامة واحدة. هذا بكون طلع. هلا اثبتنا له انه النقاط ليست على استقامه واحده، لانه الشعاعين غير مرتبطين خطيا، بمعنى الشعاعين غير مرتبطين خطيا فالنقاط ليست على استقامه واحده. اثبتي ان ان هو 2 ناقص 1 1 هو ناظم للمستوي. احنا عايزين انه اثبات شعاع انه عمودي على مستوي يجب ان يكون عمودي على شعاعين غير مرتبطين خطيا في المستوي. حتى يكون شعاع عمودي غير مرتبطين خطيا في المستوي، انا اثبت هون انه دول شعاعين غير مرتبطين خطيا، معناته لازم يكون الـ N عمودي على الـ AB والـ N عمودي على RC. باخذ جداء سلمي ناظم بـ AB يساوي. طيب نضرب بعض سوا، 2 بـ 1 2 ناقص 1 بـ 3 ناقص 3 زائد 1 بـ 1 زائد 1 يساوي 0، معناته الـ N عمودي على AB. 2 هلا حنضرب الان ايضا بمين؟ بالآسي. 2 ب 1 2 زائد ناقص 1 ب 2 ناقص 2 زائد 1 ب 0 زائد 0 كمان بيطلع الجواب 0، معناته الناظم عمودي على مين؟ على آسي. صار الان عمودي على ابي والان عمودي على آسي والابي والآسي غير مرتبطين خطيا، وبالتالي ان هو ناظم لمين؟ للمستوي. صار في انتم معادله المستوي، وبالتالي معادله هذا المستوي اللي هو ا بي سي نقطتين ا اكس زائد بي واي زائد سي زد زائد دي تساوي صفر. طيب ال ا قديش؟ تبعات الناظم اللي هن 2، يعني 2 اكس زائد بي واي ناقص واي زائد سي زد زائد دي تساوي صفر. طيب لحساب الدي نختار يا ا يا بي يا سي، نختار الا نختار ا نقطتين. قديش الاكسات تبعت ا؟ صفر راحت، ناقص ناقص واحد يعني واحد زائد الزد ناقص اثنين زائد دي تساوي صفر. الاكسات صفر راح، ناقص ناقص واحد واحد زائد زد اللي هي ناقص اثنين زائد دي تساوي صفر، وبالتالي دي تطلع بهالحالة هي تساوي واحد، وبالتالي معادلة المستوي A B C نقطتين هي 2 x ناقص y زائد z زائد واحد يساوي أصل. أي معادلة المستوي مين؟ A B C. الطلب الثالث بفرض A تسقيلها واحد وال B تسقيلها ناقص واحد وال C تسقيلها 2، عين إحداثيات J، عين إحداثيات J. هلا هون عم برجع بالذاكره للحادي عشر، رح اذكركم بقانون ايجاد احداثيات مركز الثقل. فحقول اكسات الجي هو الفا اكسات الا زائد بيتا اكسات البي زائد جاما اكسات السي على الفا زائد بيتا زائد جاما. وايات الجي هو الفا وايات الا زائد بيتا وايات البي زائد جاما وايات السي على الفا زائد بيتا زائد جاما. وزد الجي نفس الكلام هو الفا زد الا زائد بيتا زد البي زائد جاما زد السي على مين؟ على الفا زائد بيتا زائد جاما.
هذول تذكير بقانون 11 لحساب احداثيات مركز الابعاد. مو عم طلع تثقيلات، عم طلع احداثيات، عم طلع اكسات وايات وزدات. النقطه مين؟ جي او فاصل وترتيب وراقب النقطه. لاحظوا اكس جي. طيب تعال شوفهم الالفا قديش؟ واحد. هاي الالفا وهي البيتا وهي الجاما. الالفا واحد، فراح نطبق واحد. بالاكسات الا بصفر، يعني صفر زائد البيتا اكسات البي ناقص واحد بواحد ناقص واحد زائد جمع اكسات السي. قديش جمع؟ اثنين. اكسات السي واحد زائد اثنين. عم اجمعه، اجمعوا لي اياهم. واحد ناقص واحد راح صفر، صفر اثنين. صفر الجواب، ناقص واحد زائد اثنين يعني واحد. عدني. طيب، وايات الجي يساوي الفا وايات الا، يعني واحد بناقص واحد، يعني ناقص واحد. زائد البيتا ناقص واحد بوايات البي. 2 يعني ناقص 2 زائد جمع اللي هي 2 بوايات السي بواحد، يعني زائد 2 على مين؟ على الفا زائد بيتا زائد جمع زائد 2 حسبناها فوق، راحت هي معي فالجواب ناقص 1 على 2. وزد الجي يساوي الفا زد الا اللي هي قديش؟ 1 بناقص 2 ناقص 2 زائد البيتا ناقص واحد بناقص واحد زائد واحد زائد الجمع اثنين بناقص اثنين ناقص اربعة على مين؟ على اثنين. ناقص اربعة وناقص اثنين ناقص ستة راح واحد، صفر الجواب ناقص خمسة على اثنين. وبالتالي احداثيات الجي هي نص ناقص نص ناقص خمسة على اثنين. بهذا القانون بيعطينا احداثيات مركز الابعاد، يعني اكسات وايات. الاكس النقطه فاصله، الفاصل والترتيب والراقم، فاصله النقطه والترتيب النقطه وراقم النقطه. طيب الطلب الاخير عم يقول اوجد طبيعه مجموعه النقاط، خليني اكتب العلاقه اللي هي ام ال ا زائد او ناقص ام ال بي زائد 2 ام السي يساوي 12 ام ار ناقص ام بي ناقص زائد 2 ام سي. الار تثقيلها كانت قديش؟ واحد. اذكرونا الار تثقيلها واحد والبي تثقيلها ناقص واحد والسي تثقيلها اثنين، تمام؟ ففيني اجمع انا هي واحد ناقص واحد زائد اثنين بام جي يساوي 12. طبعا حسب الخاصة التذكير فيها، بس هيك التذكير هي الفا ام ال ا زائد بيتا ام ال بي زائد جاما ام ال سي يساوي الفا زائد بيتا زائد جاما بمين؟ بام جي، بحيث انه الا تثقيلها الفا والبي تثقيلها بيتا والسي تثقيلها جاما، ففيني اجمعهم ضمن علاقه اشعاعيه. برجع لهني ف واحد ناقص واحد صفر اثنين ام جي يساوي 12 وبالتالي ام جي يساوي 12 على 2 6. مجموعه النقاط هي كره مركزها جي ونصف قطرها ساوي 6. ليش؟ لانه ام عم تبعد عن الجي بمقدار ثابت اللي هو 6. الام عم تبعد عن الجي بمقدار ثابت اللي هو 6، وبالتالي مجموعه النقاط هي كره مركزها جي نصف قطرها 6. مركزها جي معي احداثيات الجي ومعي نصف القطر، فصار فيني اكتب معادلتها اللي هي اكس ناقص نص مربع زائد اي كرة زائد واي كمان زائد نص مربع زائد زد
زائد 5 على 2 مربع يساوي قديش؟ 36. هي مجموعة النقاط هي كرة مركزها جي ونص قطرة 6. المركز هو نص ناقص نص ناقص 5 على 2 عوضناها بالعلاقة تبع معادلة كرة X ناقص X صفر مربع زائد Y ناقص Y صفر مربع زائد Z ناقص Z صفر مربع بيساوي R مربع اللي نحن طلعنا. وهيك بكون غطينا جزء كبير من مسائل مركز الأبعاد. وشوف يعني مسائل حلها بجلسات أخرى. يعطيكم العافية.